السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. بعرف أنا مقل بالفيديوهات هاي الأيام، لكن بصراحة يعني عندي مشاغل، فمضطر أني الوقت اللي بدل ما أقضيه في هذه الأشياء في أشياء أولى. أنا بصراحة سعيد جدا ويعني يثلج صدري التفاعل الذي أراه على القناة عندي، لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي هو مصدر سعادة لي. المصدر الثاني هو أنني فجأة بدأت أكتشف أن أيام هذه الخرافة، خرافة الأرض المسطحة، بدأت تصبح معدودة. والسبب أن عدد محترم أو كبير من الناس المتعلمين بشكل عام وأصحاب القنوات العلمية بدأوا يلفتوا انتباه، يعني يلتفتوا لهذه القضية، بدأت تلفت انتباههم وبدأوا يردوا على الخرافات والمزاعم التي يصدرها المسطحين بشكل عام. وهذا الشيء جميل جدا. فيعني بين يومين، من يومين وحتى الآن، فأنا صرت مشاهد حتى يعني حوالي 5 أو 6 فيديوهات عربية إذا لم يكن أكثر. طبعا هذه الوفرة في المحتوى مفيدة جدا، خصوصا للناس التي هي في مرحلة التشويش. يعني يأتي واحد من أصدقائك المزعجين جدا يقول لك الأرض مسطحة وهم يكذبون علينا. طبعا أنت تعرف أن هذا صديقك الذي يقول لك هو يمكن أغبى واحد في أصدقائك، هذا الشخص الذي لا تسمعونه لأي شيء. ثم يأتي ويقول لك الأفق، الصور، ناسا تكذب علينا، الخرابيط اللي يحاولون نشرها بشكل كبير جدا. الحمد لله أن يعني كمية كبيرة جدا من الناس المتعلمين والقنوات المحترمة ذات المحتوى العلمي أساسا، يعني لم تستحدث المحتوى العلمي، لم تبدأ بالمحتوى العلمي من الصفر، هي أصل القنوات لها متابعينها لأن لها محتوى علمي، وكثير منها هذه القنوات موجود، فبدأت تلفت انتباهها لهذا القضية وتحاول الرد بشكل علمي ومنطقي مدروس ومرتب على بعض هذه القضايا. وهذا الشيء طبعا ممتاز جدا، لأننا نعود هنا مرة أخرى إلى نشر العلم ونشر الثقافة ونشر المعلومات الحقيقية والحقيقة، بدلا من الدجل والزيف والخرافات والسخافات التي ينشرها جماعة الأرض المسطحة والاختراعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، من تفسيرات عجيبة غريبة للمغناطيسية مثلا، تخريفات يعني لم نراها إلا من هؤلاء الناس الذين كانوا أصلا في عداد الدجالين في الماضي وبقيوا في عداد الدجالين حاليا. يعني انظر إلى قنواتهم في الماضي، الروح مش عارف مين مسكها، الفضائيين حصلوا على مش عارف مين، إحدى المؤامرات الماسونية التي هي في الدولار، انظر كيف يفعل هؤلاء الشياطين، الخرابيط هاي التي لا تنطلي على أحد إلا الناس يعني صغار العقول والذين حدود تفكيرهم محدودة. أما الناس المثقفة والمتعلمة فلم تتأثر حتى بهذه الخرافة. لهذا السبب أنا سعيد من هذا الموضوع اليوم. كنت سأتكلم أنا بسرعة يعني على قضية إحدى الشكاوى التي تأتيني دائما من جماعة المسطحين، ويقولون يا أخي لماذا لا توجد ولا صورة للأرض من الفضاء؟ الصور بالآلاف، وهذه الصور تصنع مشكلة كبيرة جدا للمسطحين. المشكلة هي أنه يكفي أن تكون صورة واحدة منها صحيحة، صورة واحدة منها صحيحة حتى تكون كل خرافة الأرض المسطحة أنت المسح تماما، يعني لا وجود لها ولا تقف على قدم وساقين نهائيا، صورة واحدة. المشكلة كيف تعرف أن هناك هذه الصورة أو أن هذه الصورة موجودة، ومع أن الصور بالآلاف. يأتي واحد مسطح والله كلياتها مصنوعة بالكمبيوتر، يا أخي هذه الصور في بعض منها مصور بأفلام فوتوغرافية قبل حتى اختراع الكمبيوتر المنزلي، حتى قبل اختراع الفوتوشوب، موجودة من الستينات بالأبيض وأسود حتى. كما أن أصلا فكرة أنك تستطيع أن تصور صورة وتنقلها عن طريق بروتوكول مثل الإنترنت بروتوكول اللي هو يعني أو أي بروتوكول معلوماتي آخر، بياناتي آخر، أي بروتوكول آخر، هذه أصلا استحدثت وبدأت في بالعمل أصلا. يعني إحدى الأشياء التي استفدنا منها من استكشاف الفضاء، لأنهم يريدون أن يبعثون لنا معلومات بأقصى سرعة ممكنة، ولا يوجد أي طريقة إتصال أخرى، فكان من ضمنها اختراع والأفكار الكثيرة التي لها علاقة بهذا الموضوع. على العموم أنا لا أحب أن أطيل الموضوع في هذا الموضوع كثيرا. عندما يقول أحد أن هذه مصنوعة والله بالكمبيوتر، نحن نستطيع أن نثبت أنها ليست مصنوعة بالكمبيوتر، كما أن هناك آلاف الصور، فكيف استطعت أن تحكم على كل آلاف الصور هذه؟ هل فحصت كل آلاف الصور هذه؟ مستحيل.
بالإضافة إلى هذا الشيء هناك صور ليست لا يمكن أصلاً التلاعب فيها، يعني موجودة على أفلام فوتوغرافية يمكنك أن تحصل على النسخة الأصلية منها. كما أن هناك من واحد أخذ فيديو مثلاً صورة ووضعها في الفوتوشوب وقال انظر هنا إذا فعلتها يطلع حواليها مربعات. يا أخي أنت أخذت صورة مصنوعة للإنترنت، لم تأخذ الصورة الأصلية. الصورة الأصلية موجودة وصاحبها يعني والأرشيف موجود، والصورة مثبت أنها لم تتغير من 15 سنة ولا من 20 سنة، هي نفس الصورة موجودة على الإنترنت، ليست شيء جديد. تستطيع أن تذهب وتعملها داونلود وتصنع نفس الحركات وتجد أنهم دجالين. أول من فعل هذه كان روب سكيبا، وطبعا الكذابين العرب نقلوا عنه بالحرف الواحد لأنهم ببغاوات، يعني هم لا يخرجون بشيء جديد. وأثبتنا أيضا أن هذا ما يحدث، وجبنا الصورة نفسها وعرضناها لنفس الفحص واكتشفنا أنهم كذابين أو مخطئين في أحسن الأحوال إذا افترضنا حسن النية. بهذه الطريقة يعني كل الأشياء، هناك صور كما قلنا، هناك صور مركبة، هناك صور حقيقية كاملة للكرة الأرضية، وهناك صور CGI هذه ما لا علاقة لها في الموضوع، لكن قدرتنا على صناعة صور CGI تدل على شيء مهم جدا بهذه الدقة وهذه الوضوح. قدرتنا على عملها تدل على شيء، تدل على أننا نحن لدينا نموذج رياضي قادر على وصف العالم بشكل دقيق جدا، لدرجة أن معظم الناس لا يستطيعون التمييز بين الشكل الرياضي مصنع بالكمبيوتر وبين الصورة الحقيقية لو وضعتهم جنبا إلى جنب. وهذا بحد ذاته مكمن القاتل لهذه الحجة عند المسطحين، أنك لا تستطيع التمييز. أنت أيها المسطح يا فلان ويا علان، هل تستطيع التمييز بين الصورة الحقيقية والصورة المخلقة بالكمبيوتر؟ لا. فكيف تقول والله أن هذه ليست صحيحة مع أن عندنا ملايين منها وأنت لا تستطيع، لا تملك القدرة حتى على أن تنتقدها؟ يعني أنت إذا قلت والله هذا اللون بنفسجي وأنت أعمى، لا تستطيع أن تنتقد إذا جاء واحد وقال لك هذا اللون ليس بنفسجي، ليست لك القدرة أصلا لتمييز هذا اللون. وهذا الشيء يحدث عند المسطحين، هو غير قادر على يعني على إثبات أن هناك تلاعب في الصورة، ولكن مع هذا لا يمنعه هذا من أن يقول والله أنها تم التلاعب بها. طب كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ قال فلان كيف عرف؟ طيب فلان تكلم عن الصورة الفلانية، ما رأيك بملايين الصور الأخرى؟ ماذا حدث فيها؟ كلها مصنعة بالكمبيوتر. كيف قلت؟ كيف تعرف أنها كلها؟ هل مسكتها كلها وفحصتها واحدة واحدة؟ هذه الصورة التي تراها الآن مصنعة بالكمبيوتر. نعم أنت تراني الآن مصنعة بالكمبيوتر. هذه الصورة ليست حقيقية، هذه الصورة عبارة عن فوتونات مني دخلت إلى السنسر والسنسر حولها إلى بيكسلز، والبيكسلز هاي تم ضغطها وتحويلها إلى فيديو وإرسالها، يعني هي مصنعة بالكمبيوتر ليست صورة حقيقية، مثلها مثل كل الصور التي تأتينا من الفضاء بعد مرحلة الصور الفوتوغرافية. هل معنى هذا أنه تم العبث فيها؟ والله لو تم العبث فيها كان غيرت شوي في شكلي، كان طلعت أشقر يمكن، لكن لا يتم فيها العبث. على العموم قضية الصور هذه من الفضاء تقتل نظرية الخرافة هذه الأرض المسطحة، وهي طبعا لا يستطيع ولا أي واحد من كل المخرفين في الأرض المسطحة أن يقول والله الصور كلها تم العبث فيها، شيء يعني لا يمكن عمله، لا يمكن، يعني لا يستطيع واحد أن يقول جملة بهذا العموم والله كلهم تم العبث فيهم. كيف يا أخي تم العبث فيهم؟ والله الصورة الفلانية هناك مربع حول، مش عارف، هل حاولت أن تعرف ما هو هذا المربع؟ أو أنت من أين أتت حصلت على هذه المعلومة؟ طيب ماشي أترك هذه الصورة، ما رأيك بالمليون صورة الآخرين الذين يحدثون؟ ما رأيك بالصورة التي تم تصويرها من دقيقتين قبل الآن والتي تم تنزيلها من القمر الصناعي هيمواري دايركتلي، حتى مش من مواقع. هناك 70 أو أكثر من 70 محطة وكالة فضاء عالمية كلها تقوم بالتصوير والأبحاث وكل هؤلاء يعني يريدون أن يعطوك صور ملفقة حتى يضحكوا عليك من أجل ماذا؟ من أجل واحد يعني مثلك لا شيء يضحكوا عليه؟ طب ما ممكن يضحك عليك بمليون شغلة أخرى، يضحكوا عليك بأكلك وشربك ولبسك ووجودك أصدر في حد ذاته. كل هذا هناك هذه الأشياء يعني موجودة وموثقة ولها تاريخ، تاريخ يعني عندما تقول أن لها تاريخ يعني هناك آلاف من الناس بل ملايين من البشر عملوا عليها.
هذه الصور التي تحصل عليها انت تاتيك انت من على موقع ناسا، لكنها تم تصويرها بكاميرا تم صناعتها من هاسلبولد، ولا على قمر صناعي تم تصنيعه من شركه من مختبرات هيوز، على متن صاروخ تم تصنيعه من شركه بوينغ، على متن منصه تم تصنيعها من شركه هونيويل ولا مش عارف مين الشركات التانية اللي بتعمل هالأشياء. 50 أو 60 شركة تضافرت مجهودها تحت منصة أو تحت مظلة ناسا حتى تم صناعة هذا الشيء حتى يخرج ويصور باستخدام بروتوكول تم اختراعه على الأرض وتم تجريبه على الأرض حتى تستطيع أن تبعث لك هذه الصورة. كل هؤلاء يحاولون أن يضحكوا عليك. السلام عليكم.